ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا الذي ذكره هو الحكم في ظاهر الرواية، وهو أنه يسقط عنه الدم إن عاد قبل الإيه؟ قبل الغروب. وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط، يعني يسقط بعد حتى لو عاد بعد الغروب، لكن هذا الكلام عليه استدراك سيأتي في الإيه في النص، أنه يسقط. وصححها القدوري من كتاب النهر عن الدراية ومثله في البحر در مختار. قال لكن في البدائع ما نصه، في البدائع بقى هيجيب لك نص في ايه يعني خلافه ما صححه الايه القدوري. ايه الموجود النص اللي موجود في البدائع؟ قال ولو عاد الى عرفات قبل غروب الشمس وقبل ان يدفع الامام ثم دفع منها بعد الغروب مع الامام سقط عنه الدم لانه استدرك المتروك. دي صورة ليست محل ايه خلاف، ان هو ان عاد قبل الايه الغروب وقبل ان يدفع الامام، يعني قبل ان يفيض الامام من عرفات عاد قبل الغروب وقبل ان يدفع الايه الامام ثم بقي الى الغروب ودفع بعد ذلك مع الايه مع الامام، فهذا بلا خلاف يسقط عنه الايه الدم. فدي حالة. وان عاد قبل الغروب بعدما خرج الامام من عرفة، قبل الغروب بعدما خرج الامام من عرفة، يعني الامام خرج قبل الغروب بفترة وهو عاد بعد ما خرج الامام لكن قبل الايه الغروب، ايه الحكم هنا؟ ذكر القرخي انه يسقط عنه الدم ايضا. وهكذا روى ابن شجاع عن ابي حنيفة انه يسقط عنه الدم ايضا لانه استدرك المتروك. يبقى يعني هنا المناط اسقاط الدم ايه؟ انه هل هو قبل الغروب ولا قبل دفع الامام؟ فعند الكرخي قبل الغروب، سواء دفع الامام ام لم ايه ام لم يدفع. فاذا سقوط الدم ان عاد قبل الايه الغروب، سواء دفع الامام ام لم يدفع الايه الامام. فدي الروايه اللي هي عن ابي حنيفه، اللي هي روايه ابي شجاع عن ابي حنيفه، وليس انه ايه اتى او عاد بعد الايه الغروب، بل عاد قبل الغروب وبعدما دفع الايه الامام، قبل الغروب بعد دفع الامام. قال إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب، لأنه لما دفع لما أفاض قبل الغروب وبقى عليه دم، فلما عاد قبل الغروب يبقى كده استدرك الإيه المتروك. إيه المتروك؟ اللي هو كان لما دفع مبكرا كان إيه اللي تركه؟ اللي تركه اللي هو أن يمتد وقوفه إلى الغروب، يعني أن يدفع بعد الغروب، فهذا هو المتروك. فلما عاد قبل الغروب يبقى هو استدرك الإيه المتروك. إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب وقد استدركه، وقد ايه استدركه. بيقول هنا صاحب البدائع والقدوري اعتمد هذه الرواية وقال هي الصحيحة، اعتمد هذه الرواية وقال هي الايه هي الصحيحة. والمذكور في الاصل مضطرب، المذكور في الاصل ايه مضطرب، هل هو انه عاد قبل الغروب وبعد دفع الايه الامام ولا عاد بعد الغروب؟ فهو بيقول لك ان القدوري اعتمد هذه الايه الروايه، ويبقى ده الايه الخلاف فيه، لانه سيذكر بعد ذلك ويقول ايه صاحب البدائع، قال ولو عاد الى عرفه بعد الغروب بعد الايه لا يسقط عنه الدم بلا خلاف، لانه لما غربت الشمس قبل العود فقد تقرر عليه الدم الواجب ولا يحتمل السقوط بالعود. انتهى، يعني انتهى كلام صاحب الايه البدائع. يبقى عندنا ثلاث حالات، ان هو ياتي يعني يعود الى عرفه قبل الغروب وقبل دفع الامام يبقى يسقط عنه الدم بلا خلاف، او حاله يعود فيها بعد الغروب يبقى لا يسقط عنه الدم بلا ايه خلاف، او يعود قبل الغروب لكن بعدما دفع الايه الامام. فهذا الذي فيه روايتان، روايه انه يسقط عنه الدم ورواية أنه لا يسقط عنه الإيه الدم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فإذا قلنا عندنا في مسألة الإفاضة قبل الغروب فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أفاض قبل الغروب ثم عاد قبل الغروب وقبل أن يدفع الإمام، فهذا يسقط عنه الدم بلا خلاف. والصورة الثانية أفاض قبل الغروب ثم عاد قبله لكن بعد أن دفع الإمام، فهذه فيها روايتان، يسقط ولا يسقط. والصورة الثالثة أنه أفاض قبل الغروب ثم عاد بعد الغروب، فهذا لا يسقط عنه الدم بلا خلاف. قال: وقيدنا قوله قبل الإمام بقولنا والغروب، لأنه المراد، لأنه فوق قال إيه في المتن، قال: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. فالشارح قيد بقوله والغروب، يعني قبل الإمام والغروب. قال إيه بقى، لماذا قيدنا بمثل هذا؟ قال: لأنه المراد، يعني لأن الغروب هو المراد. الضمير هنا في قوله لأنه أي الغروب، لأن الغروب هو المراد. حتى لو أفاض بعد الغروب قبل الإمام لا يجب عليه شيء، يبقى الإمام مش هو المراد، بل الغروب هو الإيه المراد. حتى لو أفاض بعد الغروب قبل الإمام يبقى لا شيء عليه، يعني الإمام تأخر في الإفاضة بعد الغروب يمكن أن يفيض قبله طالما أن الشمس إيه غربت، فالمراد هو الإيه الغروب. قال: وعبر به لأنه يستلزمه، يعني وعبر الماتن اللي هو القدوري به يعني بالإمام لأنه يستلزمه، يعني لأن التعبير بالإفاضة قبل الإمام يستلزم الإفاضة قبل الإيه الغروب، لأن الإمام بيفيد عند الغروب. فلو أنه أفاض قبل الإمام يبقى هو أفاض، هذا يستلزم أنه أفاض قبل الإيه الغروب، يبقى هو عبر بالإمام وأراد الغروب. واضح؟ ولذلك الشارح صرح بهذا القيد لأنه هو المراد كما قال. بعد ذلك هيتكلم عن حكم ترك الوقوف بالمزدلفة. قال: ومن ترك، قال في المتن: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة من غير عذر فعليه دم، لأنه من الواجبات. يبقى هنا في الشرح أضاف أمرين، أضاف هذا القيد وهو قوله من غير عذر، لأنه لو ترك الوقوف بالمزدلفة من عذر فلا شيء عليه، إنما لو لأنه ليس له عذر وترك الوقوف بالمزدلفة فهذا يكون تاركا للواجب فيجب عليه الدم. الأمر الآخر الذي أضافه في الشرح التعليل، لماذا عليه دم؟ لأنه من الإيه؟ من الواجبات. الوقوف بالمزدلفة لغير أصحاب الأعذار من الإيه؟ من الواجبات، فلو أنه تركه من غير عذر فعليه دم كما قال. بعد ذلك سيتكلم عن حكم ترك رمي الجمار بعضها أو كله. إيه حكم ترك رمي الجمار؟ إحنا عندنا الجمار دي في اليوم الأول في جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك في الأيام الثلاثة التالية اللي هي اليوم الثاني من أيام النحر والثالث من أيام النحر واليوم الإيه الأخير من أيام التشريق، يعني اللي هو ثالث أيام التشريق. ففي هذه الأيام الثلاثة بيرمي في كل يوم ثلاثة إيه جمار، كل جمرة سبعة إيه حصيات. وطبعا ممكن يتعجل قبل اليوم الايه الرابع فيسقط عنه رمي اليوم الايه الرابع. وبعدين قلنا ان رمي الجمار مؤقت بهذه الايام، فان تاخر من يوم الى يوم فقد ترك ايه واجبا بهذا التاخير. وبعدين لو تاخر، لو لم يرمي في طوال الايام الاربعه، يبقى انه يمكن ان يرمي قبل الغروب من اليوم الايه الرابع، يعني يقضي ما عليه من ايام، لكن يكون عليه دم بالإيه؟ بالتأخير. واضح؟ فالرمي مؤقت بالأيام، فإن تأخر فعليه دم بالتأخير، وإن تركه فما الحكم؟ فده اللي هيتكلم عنه الآن. قال، نقرأ أولا المتن ثم الشرح. قال: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم.
يبقى لو ترك الأيام كلها عليه دم، وإن ترك حتى ولو يوما واحدا فعليه إيه؟ دم. وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. يعني لو جه في اليوم الثاني مثلا المفروض بيرمي الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، فلو ترك واحدة من الثلاثة يبقى ده طبعا في غير اليوم الأول، لأن اليوم الأول أصلا ما فيش غير جمرة واحد، ففي اليوم الأول لو ترك هذه الجمرة يبقى ترك يوما كاملا، يبقى ده عليه إيه؟ دم. إنما في اليوم الثاني والثالث والرابع بيبقى ثلاث جمار، ثلاث ثلاث، فلو أنه ترك واحدة من الثلاث يبقى هنا ترك الأقل، فلذلك عليه إيه؟ عليه صدقة. طيب إيه إنما إن ترك مثلا جمرتين في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يبقى فعل الأقل وترك الإيه؟ الأكثر، يبقى كأنه ترك يوما إيه؟ تاما كاملا. طيب إنما في يوم النحر إن ترك رمي الجمار، رمي جمرة العقبة في يوم النحر اللي هو اليوم الأول، يبقى ده ترك اليوم كله، يبقى ده عليه إيه؟ دم كما ذكرنا. واضح الكلام؟ فده كلام الإيه؟ المتن. وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم. إنما لو ترك جمرة العقبة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو ترك جمرة من الجمرتين الأخريين يبقى ده عليه صدقة، إذا كان ترك جمرة واحدة وإيه ورمى جمرتين. فاهم يا محمد؟ يبقى أنت عندك في اليوم الأول من أيام النحر فيه إيه؟ فيه هي جمرة العقبة بس، فلو تركها يبقى ده ترك يوم كامل يبقى عليه دم. طب في اليوم الثاني فيه إيه؟ ثلاث جمار، وفي الرابع والثالث كذلك، وفي الرابع إيه؟ كذلك، فلو ترك واحدة فقط يبقى عليه ايه؟ صدقة. ترك الأكثر يبقى عليه دم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم واحد، لأن الجنس متحد. خلاص كده؟ يبقى عليه ايه؟ دم واحد، لأنه يعني ده اللي ترك يوم زي يومين زي ثلاثة زي ايه؟ أربعة. قال: والترك إنما يتحقق بغروب شمس بغروب ايه الشمس من اخر ايام الرمي وهو اليوم الرابع، وما دامت باقيه يعني ما دامت الايام باقيه فالاعاده ممكنه، فيرميها على الترتيب ثم بالتاخير يجب الدم عند الامام خلافا لهما. يبقى هو هنا بنقول لو ترك يوم واحد عليه دم، لو ترك يومين عليه دم واحد ايضا، لان ده نسك على بعض واحد والجنس متحد، فيبقى عليه دم واحد بترك يومين، وعليه دم واحد بترك ثلاثة، وعليه دم واحد بترك أربعة. لكن السؤال متى يتحقق منه الترك ويبقى عليه دم خلاص؟ إذا غربت الشمس من اليوم الرابع. إنما قبل غروب الشمس من اليوم الرابع لسه مازال عنده فرصة أن يرمي الإيه الجمارة بالترتيب، يرمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، كل ده في اليوم الإيه الرابع. ثم عليه دم، مش بالترك بقى، عليه دم بالتأخير عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين. يبقى عند أبو حنيفة حتى ولو تدارك الرمي في اليوم الرابع أيضا عليه دم، بس دم الإيه؟ التأخير. ولو لم يتدارك في اليوم الرابع عليه دم اللي هو دم الترك، يبقى كده كده عليه دم عند الإمام. لو أخر الأول والثاني والثالث إلى الرابع، أو حتى الأول إلى الثاني، أو الثاني إلى الثالث، يعني أي تأخير يحصل في يوم من الأيام يبقى عليه دم بالتأخير خلافا لهما. إنما الترك هم لا خلاف بينهم في أنه لو ترك ولم يرمي ولا حتى في اليوم الرابع يبقى عليه دم بسبب الإيه؟ بسبب الترك. واضح؟ يبقى بالترك يجب الدم عند الكل، وبالتأخير يجب الدم عند أبي حنيف. والمقصود بالترك أي ترك يوم فأكثر، يعني يوم كامل أو أكثر من إيه؟ من يوم. قال: وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، لأنه نسك تام، يبقى يوم واحد زي الإيه؟ الأربعة. طب إن ترك يوم واحد في موعده ثم رماه في اليوم التالي يبقى ده عليه دم عند أبي حنيفة بالتأخير، وليس عليه دم عند الصاحبين بهذا التأخير لأنه فعله. واضح؟ طيب. قال: وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في غير اليوم الأول، ده كلام الشارح بقى القدة في غير اليوم الأول، لأنه لو في اليوم الأول يبقى كأنه ترك اليوم كله كما سيصرح بعد ذلك، لكن لو في غير اليوم الأول ترك إحدى الجمار الثلاث وفعل
قال ايه يعني ورمى الجمرتين الاخريين، ترك واحده ورمى جمرتين. واضح يا مولانا؟ في غير اليوم الاول. ايه الحكم؟ قال فعليه لكل حصاة صدقه، يعني هو ترك ايه؟ رميه جمره من الجمرات الثلاث، والجمره دي فيها كام حصاء؟ سبعه، يبقى عليه سبع ايه؟ صدقات. عليه بكل حصاة صدقه. واضح؟ طيب، لان الكل في هذا اليوم نسك واحد والمتروك الاقل، حتى لو كان الاكثر وجب الدم. يعني هو هنا بيعلل ليه عليه صدقه ما لهوش دم؟ قال لك لان الكل الجمار الثلاث جمار دي كلها ايه؟ مجموعها هو اليوم. فلو ترك جمره وفعل جمرتين يبقى ترك الاقل وفعل الايه؟ الاكثر، فكانه اتى برمي هذا اليوم لانه فعل الاكثر منه. لكنه يجبر النقص الحاصل بان يتصدق عن كل حصاة ايه؟ نقصت. واضح؟ فقال لان الكل في هذا اليوم، يعني كل الايه؟ الرمي في هذا اليوم، الجمره الاولى والثانيه والثالثه، مجموع الرمي ده كله هو عباره عن نسك ايه؟ واحد. فلما ترك جمره واحده يبقى المتروك هو الايه؟ الاقل. قال حتى لو كان الاكثر، يعني حتى لو كان المتروك هو الاكثر وجب الايه؟ الدم. يعني لو انه مثلا ترك جمرتين يبقى ده يجب الدم. حتى مش لو ترك جمرتين، افرض ترك جمره وحصيات من جمره، فبنرى بقى هم المجموع كله واحد وايه؟ وعشرون. واحد وعشرون. فلو انه رمى 11 حصاة يبقى خلاص، يبقى ده اتى بالاكثر وترك الاقل، يبقى عليه صدقه بكل ايه؟ حصاة متروكه. لكن لو رمى مثلا 10 حصيات يبقى الباقي عليه 11، فيبقى هنا عليه ايه؟ عليه دم. يبقى لو المتروك في كل يوم هو الاكثر عليه دم، لكن لو كان المفعول هو الاكثر والمتروك هو الاقل يبقى عليه صدقه بكل حصاة ايه؟ متروكه. واضح يا مولانا؟ يبقى ان ترك حتى ولو جمره واحده من الايام الثلاثه التاليه لليوم الاول بيبقى عليه ايه؟ صدقه بكل حصاة. طيب، الا بقى في يوم الايه؟ في يوم النحر الاول اللي هو بيبقى فيه جمره واحده ايه فقط، اللي هي جمره العقبه. قال وان ترك رمي جمره العقبه الذي هو في يوم النحر، يبقى العقبه ما بترمى برضه في الثاني والثالث والرابع، لكن في يوم النحر ترك جمرة العقبة وهي أصلا الجمرة الوحيدة في هذا اليوم، أو أكثره، يعني ترك أكثر جمرة العقبة، يعني مثلا رمى بثلاث حصيات فقط وترك أربعة، يبقى ده يعتبر تاركا لها. فإيه الحكم؟ فعليه الدم لأنه نسك تام، إذ هو وظيفة ذلك اليوم. واضح؟ بعد ذلك بيتكلم عن آخر يعني جناية من جنايات الايه؟ عن اخر جنايه من الجنايات على الاحرام، لان احنا قلنا الجنايات نوعان، جنايات على الاحرام وجنايات بسبب الحرم. اللي بسبب الحرم دي اللي هي ان يقطع شجر الحرم او ان يقتل حيوانه، فهذه جنايات ايه؟ بسبب الحرم، ودي بيشترك فيها المحرم والايه؟ والحلال. يعني حتى الشخص الحلال لا يجوز له أن يقطع شجر الحرم ولا أن يقتل إيه؟ صيدة. فالجنايات اللي هي بسبب الحرم بيشترك فيها المحرم والشخص الإيه؟ غير المحرم اللي هو الحلال. إنما الجنايات اللي بسبب الإحرام طبعا دي هتكون بسبب إحرام المحرم، فهي خاصة بالمحرم دون إيه؟ دون من ليس محرما. واضح؟ فآخر جناية من الجنايات التي هي بسبب الإحرام هي جناية تأخير الحلق، لأن إحنا قلنا إن الحلق ده مؤقت بمكانا وزمانا، فمن حيث المكان مؤقت بمكة، يعني لابد أن يحلق اللي هو المفروض بيعمل إيه؟ بيقف في عرفة يوم 9، وبعدين بيبيت بالمزدلفة ويقف بالمزدلفة بعد فجر إيه؟ يوم 10، وبعدين بعد كده بيبدأ الإيه؟ رمي جمرة العقبة، وبعد الرمي بيبقى فيه الحلق ابتداء من اليوم الأول من أيام النحر، وعنده بقى لغاية آخر أيام النحر، وبعد كده بيأتي طواف الزيارة برضو يجب أن يكون في يعني في أيام النحر. فعندنا واجبان من واجبات الحج مؤقتان زمانا ومكانا، بمكة طبعا الطواف كده كده في مكة،
وأيضا الحلق مؤقت بمكة، يعني لابد أن يكون في مكة، وهما مؤقتان كذلك بالإيه؟ بالزمان، بأن يكون كل منهما في أيام النحر الإيه الثلاثة، فلو أخر عنها يجب عليه الجزاء بهذا التأخير. واضح؟ فإذا الحلق مؤقت بأيام النحر، فلو أخره بقى عن أيام النحر، ده اللي هيتكلم عليه في هذه الفقرة الإيه الأخيرة. قال: ومن أخر الحلق عن وقته حتى مضت أيام النحر، لأنه مؤقت بأيام النحر، فأخره حتى مضت أيام النحر، إيه الحكم يا مولانا؟ قال: فعليه دم عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذلك إن أخر طواف الزيارة عنده عنها، لأن احنا قلنا أن كلا من الحلق وطواف الزيارة مؤقت بأيام النحر، فإن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر الثلاثة أو أخر الحلق عن أيام النحر الثلاثة فعليه دم عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أي أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. يبقى ده هنا خلاف في الإيه في المذهب، إنه هل يجب عليه الدم بالتأخير عن أيام النحر أو لا؟ طبعا هو كده كده عليه الحلق سواء في أيام النحر أو بعد أيام، وإلا إذا لم يحلق لم يثبت له التحلل، ومن ثم يكون كلما ارتكب إيه جناية يجب عليه إيه جزاؤه إذا لم يحلق، ويبقى محرما أبدا ما لم يحلق، كما أنه يبقى محرما في حق النساء ما لم يطف طواف الإيه الزيارة. واضح؟ لا. فإذا أخر عن أيام الإيه النحر حلقه أو طواف زيارته عند أبي حنيفة يجب عليه الدم، وعندهما لا يجب عليه أي شيء. قال: وكذلك الخلاف أي بين أبي حنيفة وصاحبيه في تأخير الرمي، يعني لو أنه أخر الرمي إيه من يوم إلى إيه إلى يوم، وفي تقديم نسك على نسك، وفي تقديم نسك، لأن احنا قلنا إن في عندنا حلق وفي ذبح بالنسبة مثلا للقارن والمتمتع الذي ساق الهدي، وفي حلق في رمي وفي ذبح وفي حلق، ولا بد أن يكون الأمر بهذا الترتيب: رذح رمي ذبح حلق، خلاص كده، يعني لابد أن يكون الرمي لجمرة العقبة ده في يوم النحر، أن يكون الرمي قبل الذبح وقبل الحلق، وأن يكون الذبح لمن عليه ذبح قبل الحلق، يبقى الرمي ذبح حلق، وممكن يبقى رمي حلق بس لو هو مثلا مفرد وليس عليه إيه دم، فالرمي لابد أن يأتي أولا وبعده الحلق، أو بعده الذبح ثم الإيه الحلق، ولو كان في حالة الذبح يبقى الذبح قبل الحلق، وبعد كده بيأتي طواف الايه طواف الزيارة ليحل من الايه من النساء كذلك. واضح؟ فلو انه قدم الذبح على الرمي يبقى هنا ايه ترك واجب الترتيب، لو انه قدم الحلق على الرمي يبقى هنا ترك الترتيب، لو انه قدم الحلق على الذبح، ما هي كل دي صور المخالفة، صور المخالفة، لو احنا قلنا رمي ذبح ايه حلق، يبقى ايه صور المخالفة؟ ان يقدم الذبح على الرمي، أو أن يقدم الحلق على الرمي، أو أن يقدم الحلق على الإيه على الذبح، فكل دي تبقى فيها مخالفة للترتيب الإيه الواجب. فعند أبي حنيفة إذا فعل شيئا من ذلك عليه دم، وعندهما لا يجب عليه شيء. قال: وكذلك الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك. نسك إيه بقى؟ تقديم نسك على نسك كماذا؟ قال: كالحلق قبل الرمي. كالحلق قبل الرمي، احنا قلنا الرمي اولا ثم الايه الحلق ده للمفرد مثلا، او الرمي ثم الذبح ثم الحلق، فلو انه قدم الحلق على الرمي يبقى ترك الترتيب الواجب. وكنحر القارن قبل الرمي، يعني الذبح قبل الايه الرمي، احنا قلنا المفروض الرمي اولا ثم الايه الذبح، فلو نحر القارن او المتمتع الذي ساق الهدي قبل الايه الرمي فهذا ايضا يكون قدم نسكا على نسك فيجب عليه الدم عند أبي حنيفة خلافا لهما. والحلق قبل الذبح، يعني أيضا من صور التقديم التي يجب إيه في يعني بسببها دم لمخالفة الترتيب الواجب، أن يحلق قبل الإيه الذبح، لأن إحنا قلنا المفروض الذبح أولا ثم الإيه الحلق. وفي التصحيح قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة ومشى عليه برهان الشريعة
وصدر الشريعة والنسفي. يبقى عندنا قولان في مسألة ايه بقى، في مسائل كثيرة. المسألة الأولى اللي هي ايه، اللي هو أن يؤخر الحلقة عن أيام النحر. المسألة الثانية أن يؤخر طواف الزيارة عن أيام النحر. المسألة الثالثة أن يؤخر الرمي من يوم إلى يوم إيه آخر. المسألة الرابعة أن يقدم نسكا على نسك، وهذا محصول في ثلاث صور اللي هي إيه بقى، اعرف الصورة الصحيحة، رازحة رامي ذبح حلق. فالصور الايه الخطأ ان يقدم الحاء على الذال او الحاء على الراء او الذال على الايه على الراء. واضح؟ ففي هذه المسائل الاربع او الست لو اعتبرنا الثلاثة الاخيرة دي يعني كل واحدة مسألة، في هذه المسائل جميعا هناك خلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه. فعند ابي حنيفة يجب الدم، وعند الصاحبين لا يجب شيء. واضح يا مولانا؟ مولانا انت كان عندك سؤال بس انا نسيت ان انا اتيح لك الفرصة، هل تتذكره او نسيته؟ لما ذكرنا هذا بالنسبة للنقصان الاشواك. نعم؟ نقصان الاشواك. نقص الاشواك. نعم. من سبعة. اذا زاد مثلا اربعة فوق السبعة مثلا في الزيارة ينتقل الى الصدر هذه الاربعة الزائدة. لا، هو الزيارة لا تنتقل الى الصدر. الصدر هو الذي ينتقل إلى الزيارة، يعني المتأخر تنتقل أشواطه إلى ما بعد ما قبله. طواف مثلا 10 أو 11 في الزيارة ثم لا ينتقل طبعا، لأنه ما فيش عنده نية أن ده أن يصرف هذا للواجب، لا ينتقل. وبعدين هو أصلا إذا طاف في مثلا طوافا 10 أشواط فيجب أن يكمل إلى 14. يعني لما بيطوف مثلا طواف الزيارة سبعة أشواط، لو طاف أزيد من سبعة فهو شرع في طواف جديد، فبشروعه في الطواف الجديد يجب عليه أن يكمله، فيجب عليه أن إيه؟ أن يطوف أربعة أشواط ليكمل العشرة إلى 14، فيبقى بمثابة طوافين، وهيبقى الثاني يقع إيه نفلا. واضح؟ نعم. إذا هو طاف بعد طواف الزيارة، طواف التروعا ثم سافر ولم يدخل طواف الصدر، هل ينتقل هذا الطواف الذي فعله الطواف تروعا الى الصدر؟ لا طبعا، لانه المتاخر يشبر المتقدم وليس العكس. نعم. وبعدين الواجب ينجبر به الايه؟ يعني غير المتعين الواجب ينجبر به الفرض، وغير المتعين من قبل الله سبحانه وتعالى يعني في عندنا واجب متعين بتعيين الله، وفي واجب متعين بتعيين العبد. يعني إذا شرع في طواف تطوع فيجب عليه أن يكمله، بمجرد الشروع فيه أصبح واجبا عليه، لكن هذا واجب بتعيين الإيه؟ بتعيين العبد. وأما مثلا طواف الوداع اللي هو الصدر فهو متعين بتعيين الله سبحانه وتعالى. فما كان متعينا بتعيين الإيه؟ بتعيين الله. فإذا شرع في طواف بعده حتى ولو تعين بتعيين العبد ينتقل التعيين فيه إلى ما هو بتعيين الله سبحانه وتعالى. يعني كما أنك مثلا في الصيام، لو أنك عليك مثلا أي عليك صيام واجب مثلا كالنذر، أو عليك قضاء يوم من رمضان، ثم بعد ذلك في يوم من أيام رمضان، في يوم من أيام رمضان، لو أنك جئت في هذا اليوم وصمت بنية واجب آخر ينعقد عن إيه؟ عن رمضان. يعني لماذا؟ لأن اليوم لا يسع صومين، ورمضان متعين بتعيين الله سبحانه وتعالى، وشروعك في صوم النذر أنت عليك صوم نذر، فهذا أيضا متعين عليك، لكنه متعين بتعيين العبد. فما كان متعينا من قبل الله يقدم في هذه الحالة عند التزاحم بين الإيه؟ بين النيات. واضح؟ نعم. أداء جزاء الجنايات لابد أن يكون في مكة أو في، لا، جزاء الجناية الدم واجب عليه أن الذبح يكون في مكة، لكن هو ممكن مثلا إذا لم يكن معه مال يذبح به يرسل إلى مكة
بالمال فيشترى له الدم ويصبح بمكة. نعم لا يجوز في غير مكة. نعم ولا حتى الصدقة. إنما بالنسبة للصدقة تجوز في مكة وفي غير مكة، إنما الذبح هو يعني الجزاء الذي هو دم لا يجوز إلا في مكة، لأن ده نسك والنسك خاص بمكة. أما الصدقة فتجوز على المساكين في مكة وفي غير إيه وفي غير مكة. نعم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.